ازيكم يا شباب؟ الفيديو ده هو مش محاضرة، ده مجرد إيضاح ايه هو المحتوى اللي اشتغلناه في الكورس الباور الكترونيكس، ايه الشباتر اللي فاضلالنا، كل شابتر هيتاخد في محاضرات ايه، وايه الشيتات، وكل شيت هيتحل في انهي سكشن. الشباتر اللي فاضلالنا بإذن الله عندنا شابتر 3 وواحد واثنين، دول بإذن الله قلنا هيتعمل عليهم مراجعة. على أساس الكلام اللي وصل لي من دكتور حسين إن هو خلص معاك أول 3 شباتر، في ناس منكم متفقة إن هو خلص شابتر 1 و3 بتاع الهيت سينك وابتدى في شابتر 2، فأيا كان اللي خلص هنراجع معاكم شابتر 1 و2 و3، وهينزل في ريفيجن خلال الأسبوع ده أو الأسبوع الجاي بالكتير بإذن الله. وهراعي إن في الامتحان راح أطالبكم بالجزء النظري في الحتة دي اللي هو شابتر 1 و2 و3 في حدود اللي هيتقال في الريفيجن. بالنسبة للشباتر اللي فضلنا، فضلنا شابتر 4 و5 و6 و7. شابتر 4 ده موضوع اللي هو السيرستورز، بيتغطى في شيت 2 و3. شابتر 5 ده الدي سي درايفز، بيتغطى في شيت 4 و5. شابتر 6 ده الانفرتر، بيتغطى مسائله في المحاضرة نفسها. شابتر 7 ده الاي سي درايفز. كل شابتر من دول، شابتر 4 ده المفروض يتاخد في محاضرتين، شابتر 5 المفروض يتاخد في محاضرتين، شابتر 6 و7 هيبقوا في حدود الوقت اللي فاضل لنا، بس بأقصى حد لو الوقت انضغط هناخد شابتر 6 في محاضرة وشابتر 7 في محاضرة. بالنسبة للشيتات هنوضح تسلسل كل شيت موضوعه ايه وتشرح في انهي سيكشن. فعندنا شيت 2 ده ممكن يكون ترقيمه معاك شيت 3، فعشان ما يحصلش لخبطة انا دايما هقول لكم الشيت بحسب الترتيب اللي قصادكم هنا اللي هو شيت 2، وهتلاقيني بقول لك ممكن يكون معاك بشيت 3 بترقيم دكتور حسين. وعموما اللي انا اقصده هنا هو الشيت، هقول لك الشيت اللي فيه 5 مسائل. الشيت ده اول حاجة مسألة الباتري تشارجر اللي فيه ملغية، عشان ما يحصلش لخبطة محدش يقول مسألة 2 في شيت 2 لان في لخبطة في الترقيم، فهنقول مسألة بتاعة الباتري تشارجر. يبقى تاني المسألة الملغية بالنسبة لكم هي الباتري تشارجر. فاضل كده في الشيت ده 4 مسائل. مسألة 1 باشمهندس محمود حلها معاكم في سيكشن الاسبوع اللي فات اللي هو تيوتوريال 6، ومسائل من 3 ل5 دول موضوع واحد اللي هو اللاتشنج، ده اللي باشمهندس محمود حلهم معاكم في سيكشن الاسبوع ده اللي هو تيوتوريال 7. وهو مشينا بالترتيب ده علشان المواضيع اللي بتتقال في المحاضرة هي اللي بيتطبق عليها في السكشن، فكانش ينفع السكشن يسبق المحاضرة. فعشان كده باشمهندس محمود ابتدى بمسائل اللي بعد كده من شيت 3 في سكشن رقم 6 زي ما هوضح لكم، وبعد كده رجع للشيت ده. طيب بالنسبة لشيت 3 اتفقنا ممكن يكون ده معاك رقم ورقم 2، لا هو بالنسبة لي ده شيت رقم 3. هتعرفه منين؟ هقول لك الشيت اللي فيه 4 مسائل. مسألة 1 و2 اللي هم الفليب فلوب والهامر، دول اتحلوا في محاضرتين، محاضرة اللي هي رقم 6 اتحل فيها مسألة الهامر، ومحاضرة رقم 7 اتحل فيها مسألة الفليب فلوب اللي هو الأسبوع اللي فات والأسبوع ده. كده المسألتين اللي فاضلين في الشيت ده اللي هو مسألة 3 ومسألة 4 دول حلهم باشمهندس محمود سيكشن الأسبوع اللي فات تيوتوريال 6. يبقى تيوتوريال 6 زي ما انتم شايفين غطى آخر مسألتين في شيت 3 وأول مسألة في شيت 2، باقي شيت 3 أنا غطيته في المحاضرة، وباقي شيت 2 اتغطى في سيكشن الأسبوع. فكده لحد الأسبوع ده انتوا كده مخلصين شيت 2 و3 و1 كاملين. شيت 1 اللي كان فاضل له مسائل 3 فيز باشمهندس محمود نزل بيها سيكشن رقم 5. بعد كده عندنا شيت 4. شيت 4 بإذن الله هينزل في الأسبوع الجاي مسألة 1 زائد مراجعة. ليه؟ لأن لسه هيكون ما دخلناش في المحاضرة المسألة 2 و3، يبقى ده هتكون تيوتوريال 8. طيب تيوتوريال 9 بإذن الله هيكون مسألة 2 و3 في نفس الشيت، يبقى ده هيبقى تيوتوريال 9 اللي هما
بتوع اليو جي تي. هيتبقى كده مسألة 4 ودي هتبقى ملغية، يبقى مسألة 4 ملغية، يبقى انت ملغي عندك مسألتين، مسألة اليونيفرسال موتور من شيت 4 ومسألة الباتري تشارجر من شيت 2 و3. آخر شيت اللي هو شيت رقم 5، الشيت ده نظرا لأهميته أنا حليت في المحاضرة مسألة 1 و2، هتلاقوها في المحاضرات اللي في الآخر، وهتلاقوا باشمهندس محمود هيحل معاكم مسألة 1 و3 برضو. يعني مسألة 1 هتكون اتحلت مرتين، لأن مسألة 1 هي مسألة بسيطة، فمجرد بس بنديها لكم في بداية أي شرح عشان تفتكروا القوانين، وبعد كده بنحل المسائل عادي. في عندنا مسائل في شابتر 6 اللي هو الانفرترز جوه المحاضرة، يعني انتوا عندكم اجمالي المسائل الخمس شيتات زائد مسائل شابتر 6. اتمنى كده تكون الدنيا بقت واضحة بالنسبة لكم، مفهوم كل شيت هيتذاكر فيه ايه وهيتذاكر من انهي سيكشن. كده مسألة 1 و3 برضو علشان الناس تبقى عارفة، دول هيبقوا تيوتوريال 10، وهتلاقوا المسائل دي في 1 و2 هتلاقوهم في ليكتشر 9 و8، ليكتشر 8 و9. أتمنى الدنيا كده تكون واضحة بالنسبة لكم، بالتوفيق بإذن الله.